لافتات تعود إلى زمن الحرب الأهلية اللبنانية، رفعت في شوارع الدائرة الانتخابية الأولى لبيروت وطبعت باللون الأسود. مقولات للرئيس اللبناني الأسبق قائد القوات اللبنانية بشير الجميل أطلقها ضد الوجود السوري في لبنان في ثمانينات القرن الماضي استحضرت من جديد وأثارت جدلا واسعا، اعتبرها البعض تحريضا على اللاجئين السوريين رغم تبرير كثيرين لها. هيدا الشعار استهلاكي، بس ما لبنان ما عنده مشكلة مع حدا. أكيد ضد النظام الثوري، لاجئين لاجئين نحن وياهم طول عمرنا، يعني بولادنا حد بلدهم ما فينا. إنه لازم نحترم هول اللاجئين أكثر، ما في ناس هلا عم بيتعاملوا معهم طريقة مش حلوة أبداً. أنا ضد العنصرية وضد كل شيء بيقول أنا عنصري. إقحام قضية اللجوء السوري في حرب اللافتات والمعارك الانتخابية يتواصل ويتزامن مع موجة تحريضية عنصرية متصاعدة تطال اللاجئين الهاربين من الحرب في سوريا. اللافتات التي رفعت بالأشرفية كشعارات لبشير جميل ما بين أنه هي شعارات من السبعينات، مبين أنه هي خطاب موجه اليوم وتحديدا ضد اللاجئين السوريين، ولم يكن واضحا أبدا أنه هي عم تستهدف النظام. وبين الشعارات واللافتات يدفع اللاجئ السوري أثمان هذا الاحتقان. الجدل حول عودة اللاجئين السوريين لا يقتصر فقط على الشارع أو على وسائل الإعلام، فإشكالية هذه العودة تصل وتتفاعل في أروقة القرار اللبناني حيث توظف في أكثر من اتجاه. فغداة مؤتمر بروكسل لدعم اللاجئين السوريين والدول المضيفة بيانات شديدة اللهجة خرجت بها رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس النواب ووزارة الخارجية، وانتقدت بلهجة عالية بعض العبارات الواردة في البيان الختامي للمؤتمر. ما جرى في الأونة الأخيرة في لبنان من موقف متشدد مما انتهى إليه مؤتمر بروكسل هو لحسابات انتخابية، هو تقديم فاتورة لأجل تحالف انتخابي له علاقة بطهران ودمشق، في حين أن الموقف الرسمي الذي عبر عنه رئيس الحكومة هو الموقف السليم الذي يستجيب لمقتضيات الواقع اللبناني ولما له علاقة بالمجتمع الدولي. الحرب السورية المستمرة ولجوء مئات الآلاف إلى لبنان خلق توترا متبادلا بين المجتمع اللاجئ والمجتمع المضيف، استغلها سياسيون لشد عصب مناصريهم، ما أعاد خطاب الكراهية إلى الواجهة. سلمان العنداري، سكاي نيوز عربية، بيروت.